السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس سوف أتعرف على كيفية عمل الـ Edges Collapse والـ Faces Flatten، ثم نختار أي رينج كالتالي، ثم من Select Loop Ranges ثم XC، نختار أيضا هذه الرينج ثم Ranges XC، نختار XC Dissolve Edges، فأصبح التالي عندنا بهذا الشكل Dissolve Edges أو الحل للفيسز Trial. يبقى إذن الرينجز Select كتجربة Ranges XC XC. يبقى إذن ممكن نقول إن هي اترحلت XC، و X Dissolve ده اللي حصلنا عليه بعد ال Collapse. طيب فإذن المثال التاني إن عندنا Edges كالتالي، فإحنا عايزين وليكن Edge كالتالي، عايزين هذه الإدجز تكون على استقامة واحدة. فالحل بسيط جدا، اننا هنذهب في نختار الفيسز النقطة في المنتصف، وليكن دي النقطة في المنتصف كنترول بلس لحد ما نختار جميع الفيسز. اصبح عندنا في اختيارين، لاما نستخدم اللوب تول من إدجز، نفعل ممكن اللوب تول من الادون، والمفترض اننا رايت كليك لوب تول فلاتن. ده كده حل، او الحل الاسهل مع الغاء البروبورشنال ايتنج اس اكس 0. ايا كان الاختيارين بيؤدوا الى نفس النتيجة، سواء SX0 او Right Click Loop Tool Flatten، الاختيارين يؤدوا الى نفس النتيجة. وبكده يكون انتهى درس اليوم.